Sayyidina Khalid ibn al-Walid, he didn't die except on his bed. Scholars, they say, because he was carrying the holy head of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he didn't die from a wound. And he has more than 100 wounds in his body. They say either in his sleeves or in his turban. So Umm Salama, the wife of Prophet, gave him from these holy hairs. So the holy hair are alive, Prophet is alive, holy hair is alive. So we renew our shahada in front of the holy hair of Prophet sallallahu alaihi wasallam by raising your hand and saying, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله نحن نبايع النبي صلى الله عليه وسلم ونبايع مشايخنا إن شاء الله تصل عند الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله سيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا والله على ما نقول وكيل وقف أقبلنا بسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني شيخا مرشدا الله صحبه الكرام وحضرة مشايخنا خاصة سيد الشيخ الله الفاز الدهستاني سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني الفاتحة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنا بالله ربا وبحبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام رسوله ونبيه والقرآن كتابه والله على ما نقول وكيل وبدين الإسلام ديننا إن شاء الله الدين الحنيف إن الدين عند الله الإسلام يا رب تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا يا الله إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Firdaus, come. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullah.
Al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, we're giving us some food, I think, outside. Please.